السلام عليكم وأهلا بكم السادة المشاهدين إلى لقاء خاص، وضيفنا في هذا اللقاء الرئيس السابق للجمهورية التونسية الدكتور المنصف المرزوقي. أرحب بك بداية معنا على شاشة ليبيا الأحرار دكتور. مرحبا بكم، وخلي هذه الفرصة يعني أبعث بها تحياتي لكل أهلنا في ليبيا العزيزة وفي المهجر، وإن شاء الله يعني هذه المحنة التي تتخبط فيها العزيزة ليبيا يعني تنتهي في أقرب الأوقات. نعم السيد الرئيس، العلاقة بين ليبيا وتونس تاريخيا علاقة جيوسياسية متكاملة تقريبا. نعم. بحيث يؤثر كل من البلدين في واقع البلد طبعا. الآخر لو بدأنا هذا اللقاء بالحديث عن الأزمة الليبية اليوم، كيف تنظر إلى السياسة التونسية في الواقع الراهن في ليبيا؟ خليني سأقول كلمة فيما يخص الترابط الاستراتيجي. أنا نحب نذكر أنه لما كانت يضيق الخناق على الشعب التونسي، خاصة إبان يعني انتشار الحماية الفرنسية، كان يعني كل قوانا الثورية تهرب إلى ليبيا يعني العديد من المرات، والعكس بالعكس يعني في 1911 عند نزول الطليان يعني صارت في هجرة كبيرة من الليبيين إلى تونس. نعم. وفي 2011 يعني بعد قرن تقريبا، وانت تعرف للعلاقات قوية جدا إلى درجة أنه يعني اسم طرابلسي والغارياني يعني أشياء والورشفاني والزواري يعني ألقاب تونسية عادية يعني على المستوى الاجتماعي أيضا، كثيرين جدا، إلى درجة أنه يعني خاصة في الجنوب، أنت تعرف اللي هي نفس القبائل ونفس العائلات، جنوبنا التونسي يعني. نعم. اللي هو غربكم الليبي، يعني التزاوج والتصاهر خلينا فعلا شعب واحد، يعني شعب مترابط بكيفية رهيبة، بحيث ما يضركم يضرنا وما يسعدكم يسعدنا والعكس بالعكس. وبالتالي شيء طبيعي أنه أنا أولا كرئيس سابق وأيضا كمواطن تونسي أتابع بكثير من الاهتمام ما يقع في ليبيا. ويعني أريد أن أذكر أنه لما صارت يعني لما انتخبت في 2012 رئيسا للجمهورية التونسية، أول زيارة قمت بها لأول بلد هي ليبيا، لأني كنت أعتبر أنه جزء من مشاكلنا يمكن أن يحل في ليبيا والعكس بالعكس. بالتالي يعني شيء واضح أنه الارتباط مصيري. وبالتالي أنا يعني آسف جدا أنه الخمس سنوات الأخيرة الحكومة الحالية أخذت موقف من ما يجري في ليبيا وكأنه موقف يعني موجود في سريلانكا يعني، وبينما هذا يعني عندما يكون حوش جارك يحترق فأنت لا تبقى تتفرج، يعني هذا في آخر المطاف حوش جارك وخوك، وهذا ما وقع. على كل حال هذا داخل في مشاكلنا التونسية ربما سنحكي عنها فيما بعد. هناك من يقول بأن السياسة التونسية تجاه الأوضاع في ليبيا لها مزايا كما لها عيوب، تتفق مع هذا الرأي دكتور؟ لا عيوب بالأساس، هي سياسة تونسية دائما وابدا كالتالي، أنا كما مارستها وكما سأمارسها إذا عطل السلطة، هو أنه بالنسبة لنا أمن القومي من أمن ليبيا، يعني لا يمكن أن نفصل الأمن القومي التونسي عن الأمن القومي الليبي. وبالتالي يعني إحنا يعني جزء من أمننا وجزء من مستقبلنا مضمن موجود في ليبيا، يعني ليبيا مشققة، ليبيا مدمرة، فهو خطر على تونس، يعني زي ما تقول عندك حريقة يعني تشب في بيت جارك لابد أن تأتيك في يوم من الأيام، يعني بحيث أنك تتفرج اليوم كما تفعل الحكومة التونسية الحالية فيما يقع في ليبيا على أساس أنه نحن لا نتدخل. بالطبع نحن لا نتدخل، لكن على الأقل احنا لا ابدا عندنا قاعده انه لا نتدخل ابدا عسكريا. تونس ليست دوله عسكريه، تونس ليس لها امكانيات عسكريه، تونس دوله مسالمه، تونس لا تحبذ الحرب، انا رجل يعني رجل سلم بالاساس، لكن التدخل الانساني والسياسي يجب ان يكون حاضرا وبقوه. التدخل الانساني اولا يعني انا فخور باللي في 2011 استقبلنا اكثر من مليون ضيف ليبي وضيفناهم في بيوتنا، وانت اتمنى ان هذه اللحمه تتواصل، وخاصة التدخل السياسي أنه يجب أن يكون لتونس تدخل سياسي بما معناه في أي شكل. أولا أنها يجب أن تدعم الشرعية، أنا بالنسبة لي هذه قضية مركزية، أنه إحنا دولة مبنية أساسا على الشرعية، إحنا ثورتنا قامت
لأننا كنا نريد أن نبني نظاما سياسيا مبني على الشرعية. بالتالي نحن مع الشرعية في كل مكان، دعم الشرعية، ثم يعني دعم كل يعني الحوار الممكن بين الأطراف التي تقبل بالحوار. طبعا الحال إذا كان أطراف لا تقبل بالحوار أنت لا يمكن أن تفرض عليه، هذا هو الدعم السياسي. ثم أيضا الضغط على يعني على كل الأطراف الخارجية للقول لهم بأن انتظروا، يعني ليبيا هي أمن قومي تونسي، مرة أخرى حريقة في حوش خوك وانت بجنبه يعني بالضرورة يعني ستكون لها أثار سلبية عنكم. بالتالي احنا عندما ندافع عن انه في ليبيا يجب ان تنتهي هذه الحرب الاهلية، يجب ان تنتصر الشرعية، يجب ان يعود السلام الى ليبيا، نحن ندافع عن نفسنا. يعني تتفق مع من يقول بان هناك حالة من النمطية في السياسة التونسية تجاه تطورات الاوضاع في ليبيا، بمعنى ان الموقف الرسمي التونسي لا يتفاعل بالمستوى المناسب مع ما يحدث في ليبيا من تطورات؟ أيوة، هذا نتيجة عاملين، أولا نتيجة غياب الرؤية ونتيجة غياب الإرادة. غياب الرؤية يعني الحكومة هذه لا تفهم مرة أخرى أنه الأمن القومي الليبي هو الأمن القومي التونسي. طيلة 3 سنوات التي كنت فيها أنا في رئاسة الجمهورية التونسية، الشغل الشاغل أول نقطة نبدأها في اجتماع المجلس الأمن القومي هو الوضع في ليبيا. كنا نتابع الوضع في ليبيا دقيقة بدقيقة، وكنا نعتبر اللي هذه مشكلة وطنية. أنا ذهبت للحدود أكثر من مرة يعني لأكون قريب من أولا من جيشنا، وثانيا لأكون قريب يعني من مش فقط الوحدات الأمنية وإنما من الحكومة المحلية آنذاك لمعرفة الوضع إلى آخره. إذن كانت رؤية هي مسألة أمن قومي. نعم. الآن ما في هذه الرؤية غيب، ثم غياب الإرادة. غياب الإرادة، لا تنسى أنه المنظومة الحاكمة الآن التي جاءت بعد انتخابات 2014 هي منظومة أقرب منها إلى الثورة المضادة منها إلى الثورة، أقرب منها كثير يعني أنه وبالتالي هي لا تشعر بأنها ملتزمة كما أشعر أنا ملتزم بأنه ما يقع في ليبيا بغض النظر على قصة أمن قومي، أنه هؤلاء ناس أهلي. يعني أنا بالنسبة لي من يدافعون عن الشرعية، من يدافعون عن الثورة إلى آخره، هم أهلي، هم أنا يعني، وبالتالي هم لا يشعرون لا بالانتماء لهذه المنظومة الثورية. وبطبيعة الحال حتى مرة أخرى غياب الرؤية الاستراتيجية وعدم الانتباه أنه إذا تطورت الأوضاع في ليبيا إلى ما لا يحمل عقباه فنحن سندفع الثمن. أنا الذي ضرني أنا الذي ضرني كثيرا هو أنه يعني المحادثات التي أدت إلى نوع من الوفاق وقعت في الصخرات في المغرب بينما إحنا أولى بها. يعني كان المفروض اللي إحنا أهل البلد، أنا نحب نقول لك اللي في 3 سنوات اللي كنت فيها في الرئاسة يعني قابلت كل رؤساء الحكومات، تحدثت منهم ساعات الطويلة، ربطتني بهم علاقات أخوة وصداقة، كلهم على بكرة بهم اللي كانوا على رأس المجلس واللي كانوا في الحكومة، وهذه العلاقة الحميمية يعني غير موجودة لحد الآن. مرة أخرى لأن ما فيش شعور بالانتماء لهذا التيار الثوري الكبير اللي جابه الربيع العربي. هذا يختلف عن توصيفك لها بغياب الرؤية. يعني الواقع الجيوسياسي اليوم بين ليبيا وتونس في ظل حالة التداخل المعروفة للجميع يجعل مسألة الاستحقاق اللي يفرضه ما يحدث في ليبيا على جارتها تونس يعني ألف باء سياسة لا يمكن أن يغيب عن أي قيادة سياسية. يعني أنا بالنسبة لي الآن في المعارضة، يعني أنا مثل ما قلت لك أنتمي إلى الصف الثوري، أنتمي إلى الربيع العربي، أنا كنت أحد رموزه. هذا الربيع العربي للأسف الشديد تآمرت عليه قوى الشر في كل مكان، يعني دمر الربيع العربي في سوريا بالحرب، في اليمن بالحرب، في ليبيا بالحرب، في مصر بالانقلاب، هنا بالمال الفاسد والإعلام الفاسد. والمصيبة الكبرى هو أنه يعني شعبنا الطيب لا يعني لا يرى أنه الوضع الذي يعاني منه هو نتيجة الناس الذين أجبروا الشعوب على الثورة. أنا الآن في تونس أو في كل مكان يقول لك قبل الخير، طيب قبل الخير لكن كيف قبل الخير؟ طيب يقول لك الآن الفقر ولا كذا، طيب لكن من جاب الوضع هذا؟ من أجبر الناس على الثورة؟ هي ناس ثور بطبيعتها، ثور لأنها ما عندها ما تعمل. يعني أنا جالس في 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 مكاني ثم فجأة نحك راسي ونقوم نمشي نعمل انقلاب ونعمل ثورة إلى آخره. اللي يدفعني للثورة هو كل الأخطاء وكل الخطايا للأنظمة الفاسدة، هي التي دفعتنا للثورة. هذه الأنظمة الفاسدة دفعتنا للثورة، ثم هذه الأنظمة الفاسدة دفعتنا ثمن داخل الثمن بالثورة المضادة، لأن الوضع التي تعاني منها الشعوب هو نتيجة
الثورة والثورة المضادة، الثورة التي سببها الاستبداد والثورة المضادة التي سببها الاستبداد. يعني نحن شعوبنا العربية نحن مرتين ضحايا هذا الاستبداد المقيت، هم الذين أجبرونا على الثورة، ثم هم الذي حطوا العصا في كل محاولاتنا لكي نبني مجتمعا سلميا. يعني هذه المصيبة، نحن أمام إجرام في حق شعوبنا ناجم مرة أخرى على أنه الذي أجبرك على الثورة والذي يضع كل وسائله يعني للانتقام منك لأنك قمت بهذا الثورة هو نفس الشخص، ونحن دائما نفس الضحايا. حيث هذا المسكين اللي يقول لك قبل الخير، أي طيب إيش معنى هذا يا سيدي؟ هاو نرجع قبل، خليهم يا سيدي يعني تقبل أنه يصير فيه تعذيب وسرقة الأموال الشعب وإهانة وكذا بمجرد أنك عندك خبزك بدينار، قبل الآن أصبح بدينارين، قبل ما كانش عندك بنزين، قبل كان عندك بنزين تو ما عندك بنزين. طيب لنفرض أنه هذا صار، ما الذي سيقع في آخر المطاف؟ أنه الناس مرة أخرى ستنفجر، لأنه نفس الأسباب تؤدي لنفس النتائج. أنت عندك لما يكون عندك نظام استبدادي حقير يقتل الناس ويعمل كذا، سيدفعهم إلى الثورة مرة أخرى. اللهم إذا كنت تقول لي أوكي أنا مفضل أنا أعيش كالخروف والزازار يذبحني متى يرى. هذا التناول والتكييف ربما نضالي فكري، لكن المواطن العادي لا يفكر بهذه الكيفية، هو يعني يحتكم إلى النتائج في النهاية، ما الذي أدت إليه الثورات، وبالتالي هو عندما يحاكم أو يحاسب هذه الثورات يحاسبها وفقا لنتائجها. أنا نعاون نقول لك أن الشعوب لا تثور بمجرد أنه يطلع شخص مثلي يحرض الناس على الثورة. هل تتصور مثلا أنا لو أجلس في الدوحة وراء ميكرو الجزيرة وأحرض الشعب الدنماركي على الثورة، هل سيقوم الشعب الدنماركي بالثورة؟ طبعا لا، لأنه ليست هناك أي ظروف للثورة، بما أنه ناس في نظام مستقر في عدالة اجتماعية إلى آخره. أنت مرة أخرى تعود للمسببات، أنا تحدثت عن النتائج. النتائج المواطن يجب يفهم يعني أنه ما هو سبب شقائه. يعني سبب شقائك هو الثورة المضادة التي تمنع هذا الشعب المسكين بأنه يدخل في الديمقراطية، والسبب هو من أدوا إلى الثورة. يعني أنت أمام مجرمين أجرموا في حقك مرتين، مرة الأولى لما دفعوك إلى الثورة، والمرة الثانية لما قاموا بعقابك على الثورة. طيب إذا كان أنت تقول لي مش مشكلة خليني نرجع للاستبداد أعيش تحت ظل الاستبداد، طيب أنت تريد هذا، لكن فيه طيف آخر من المجتمع لا يريد هذا. على كل حال الحل ليس في العودة إلى الماضي، الحد الآن احنا في مسار تاريخي لا يمكن العودة إلى الوراء، يجب التقدم إلى الأمام، يجب تصفية الثورة المضادة، يجب الآن أن نبني دولة ديمقراطية حقيقية، وأن نتجاوز حتى أولادنا وأحفادنا يعيشوا في منظومة اجتماعية تضمن لهم الحرية والكرامة. إذا كانت تقولي لا أنا مش مشكلة أنا مستعد أتخلى على الحرية والكرامة، بس أعطيني واحد يعلفني أعطيني العلف، طيب أنت، لكن أنا لا، فيه آلاف الملايين يقول لك لا، الكرامة والخبز أيضا لها قيمة، مش فقط قيمة أني عندي بنزين وعندي كهرباء. وخاصة مرة أخرى اللي حارمك من البنزين وحارمك من الخبز هو الشخص الذي أجبرك على الثورة، وهو الذي يعاقبك على الثورة بالثورة المضادة. يا إما نعيش بكرامتنا ونبني يعني مجتمع جديد كذا، وإما إذا كان الخيار هو أن نعيش عبيد مجرد أن هناك من يطعمنا فهذا خيار أنا لا أمشي فيه. وعلى كل حال الشعوب لن تمشي فيه، حيث هالأقلية اللي يقولوا هالكلام هذا كلامهم مردود عليهم. ربما البعض يطرح مسألة أن هناك أزمة وعي، المستوى الوعي ليس الكل مستعد لتقديم التضحيات في النهاية. هو يا سيدي الكريم مرة أخرى من يتحمل الوضع، مرة أخرى يجب أن يخرج الناس من مسألة الدفاع عن الذات، أن الدفاع عن الثورة. الناس يجب أن تفهم أنه الناس ما خرجت إلى الثورة إلا مدفوعة بالقهر بالظلم بكل ما أدى إلى هذا الانفجار. هذا ما يجب أن يفهمه الناس. الثورة لا تقوم بصفة عفوية، لا تقوم في بلد ليس فيه ظروف الثورة. ومرة أخرى الشيء اللي نكرر عليه أنه أنت قمت بثورة باش تعمل ديمقراطية، باش تعمل حياة كريمة، باش توقف الفساد، فإذا به الفاسدون اللي أجبروك على الثورة هم اللي مولوا في الثورة المضادة، وهم اللي يحبوا يكرهوك في الثورة حتى تعود إلى العبودية. العملية واضحة، معركة وعي، أوكي معركة وعي، لكن إحنا بصدد هذه المعركة أنا وإنت ومهمتنا الكل هو توعية الناس أنه العودة إلى الماضي ليست الحل. لأنه لو كان الماضي بالجمال الذي تقدمونه لما قامت الثورة، وأنه حتى إذا عدنا إلى الاستبداد المطمئن إلى آخره فستقوم ثورة أخرى. إذن الحل ليس العودة للماضي، الحل هو تقدم المستقبل،
هو أنه نعض على الجرح ونمضي كما نقول، هو أن نواصل يعني بناء الدولة الديمقراطية، هو أن نصفي هذه الجريمة المنظمة ضد الثورة اللي مسمى الثورة المضادة، وهو وهذا ما فعلته كل الشعوب، يعني كل الشعوب في الأرض هذا ما فعلته. لا يوجد شعب قال أوكي هذه ثورة لا تعجبني، إذن أنا سأعود إلى الماضي وسأعود إلى الحنين للاستبداد، وهات لي جيب لي مستبد جديد مرة أخرى، هذا المستبد الجديد لن يفعل فيك إلا ما فعله المستبد القديم، وإلا سيقودك إلى ثورة أخرى ربما تكون أعنف. حتى إذا كان هناك حالة قبول بهذا المستبد طالما يوفر الحد الأدنى من ضرورات الحياة. طبعا يا سيدي الكريم، يا إما أنك تعتبر نفسك بشر وعندك حقوق وعندك واجبات، وأنك تعتبر أنك غنم. إذا كانت تعتبر نفسك غنم، من يعطيك العلف أنت تقبل به فهذا مشكلتك، لكن إحنا العرب والمسلمين عندنا الأنفة العربية الإسلامية، عندنا قضية الحقوق، عندنا قضية الحريات، عندنا قضية الكرامة البشرية. القضية مش فقط قضية بنزين وخبز، قضية أيضا كرامة، قضية حرية، وهذه لها مفهوم أيضا. طيب إذا كان الناس مستعدة باش تقبل وضع الرعية فلتكن، لكن الآن الشباب والعالم كله ماشي إلى وضع مواطنين، وضع دولة القانون، دولة المؤسسات، هذه عندها تكلفة وعندها تضحية لابد أن نمر بها، لابد أن ندفع هذا الثمن. كل الشعوب دفعت هذا الثمن ونحن مثل هذه الشعوب، وبالتالي أنا لا أعطي أهمية كبرى لمن يقول لك نجب العودة إلى الماضي، وخاصة أنهم الناس يعني فيهم المدفوعين الأجر. السؤال الأخير في هذه الجزئية حتى ننتقل أو نعود لاستكمال ما طرحته في السابق بشأن السياسة التونسية تجاه الأوضاع في ليبيا. نعم. اليوم تعتقد بأن هناك حالة تزييف للوعي تدفع البعض للقبول بالحد الأدنى من ضرورات الحياة، وربما حتى القبول بحالة من الامتهان والنيل من كرامة عامة الشعب في مقابل توفير هذه الضرورات الأساسية لاستمرار الحياة؟ أنا أفهم أوجاع المواطنين وأتعاطف معهم يعني وأبكي لبكائهم وأرثي لحالهم، يعني أنا لست من الشخص الذي يعني يقول والله هذا الناس عندهم خطأ في تفكيرهم كذا، لكن مرة أخرى يا أخواني يا أحبائي يجب أن تفهموا مرة أخرى أنه هذا الوضع الذي تعانون منه، خليني أكرر نفسي 1,000,000,000 مرة، هذا الوضع الذي تعانون منه هو بسبب هؤلاء الناس الذين امتهنوكم في الماضي، وبسبب هؤلاء الناس الذين يمتهنوكم الآن، وبسبب الناس الذي سيمتهنونكم أكثر لو عادوا إلى السلطة. هناك حالة تزييف للوعي طبعاً في دول الثورات. طبعا لكن رغم كل شيء أنا كنت خايف بعد الثورات العربية، وخاصة بعد الدرس القاسي التي اعطته الثورة المضادة للشعب السوري. هو الشعب الليبي دفع ثمن باهظ، الشعب اليمني دفع ثمن باهظ، الشعب السوري دفع ثمن يعني لا يصدق. نعم. هذا كلها كل هذه الثورة المضادة، ثورات مضادة، ثورات إجرام تدفع الشعوب إلى الثورة ثم تعاقبها عقابا شديدا حتى لا تثور مرة أخرى، يعني وحوش بأتم معنى الكلمة. لكن رغم هذا الشعوب ما زالت تقاوم، والدليل على ذلك أنه رغم كل ما قيل والشعب الجزائري انتفض وما زال منتفضا. تتذكر هذا ويحيى هذا اللي موجود في السجن واللي أنا عرفته هو في لما كان رئيس الحكومة وكان عينيه يعني تنبض حقدا ضدي وضد الثورة التونسية، هذا أبو يحيى، ويحيى هذا موجود الآن في السجن. هذا شخص من الخطاب اللي عمله أحد الخطاب بتاعه قال ينبه في الشعب الجزائري، الشعب الجزائري العظيم البطل ينبه فيه يقول له اسمع ورد بالك لأنه إذا كان تعمل ثورة مصيرك هو مصير سوريا. يعني فعلا الآن يعني البيداغوجيا متاعهم بين ظفرين هو لا تثوروا لأنكم سنعاقبكم على ثورتكم كما عاقبنا الشعب الليبي والشعب اليمني والشعب السوري. الشعب الجزائري رفض هذا، كان رفض متحمل مسؤوليته، الشعب السوداني رفض، كل شعوب سترفض. يعني هذه استراتيجية اللي ماشي فيها الثورة المضادة أنه ندفعكم إلى الثورة ونعاقبكم عليها وستعودون إلى بيت الطاعة، هذه استراتيجية الهمجية الوحشية ستكسرها الشعوب. فيما يطرحه البعض من فرضية أن هناك حالة من النمطية تمارس كسياسة من الجهات الرسمية في تونس تجاه تطورات الأوضاع في ليبيا، والبعض يقدم حتى مثال على ذلك أن الخطاب الرسمي التونسي لم يتغير بعد هجوم خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، لم يتغير عن سابقه. خليني أولا أنا أحيي صمود أهلنا في طرابلس، أنا مرة أخرى أتعاطف وأقدر الصعوبات التي يعيشها أهلنا في طرابلس، ولكن خليني أقول لهم اللي هم الآن طرابلس تلعب دور يعني رمزي
كبير جدا تذكرني بمدينة ستالينغراد. ستالينغراد التي حاصرها النازيون في الحرب العالمية الثانية واستبسلت في الدفاع عن نفسها، وكان استبسالها جزءا من هزيمة النازية. طبيعة الحال هي الموازين مختلفة والأمور والتاريخ مختلف إلى آخره، لكن هذا ما تثيره في نفسي طرابلس. اليوم طرابلس يعني تقاوم يعني عودة الفاشية، وتقاومها للأسف الشديد وحدها. كنت أتمنى أنه يعني كل الشعوب العربية يعني على الأقل تبدي تعاطفا أكثر مع أهلنا في طرابلس، لكن المصيبة اليوم الشعوب العربية يعني المآسي في غزة، المآسي في تعز، المآسي في إدلب، المآسي في كل مكان، يعني بحيث الإنسان يضيع ما بين كل هذه المآسي، ويعني طرابلس البطلة الشهمة تضيع في كل هذه يعني في كل هذا الخراب وكل هذا. لكن في نفس الوقت أنا أشعر بفخر كبير لأنه طرابلس تقاوم، وطرابلس واقفة على رجليها، وطرابلس يعني تعطي المثل في كسر شوكة يعني هذا التدخل الخارجي، لأنه للأسف الشديد يعني طرابلس تقاوم مش خليفة حفتر، خليفة حفتر يعني مجرد إنسان يعني تقاوم التدخل يعني ما أسميته محور الشر، وتدافع عن الشرعية. أنا بالنسبة لي طرابلس هي رمز الشرعية، وإحنا في تونس متمسكون جدا بالشرعية، نحن ننادي نحن نعتبر أنه كل شيء يدوم حول الشرعية، بما معنى أنه الحكم مبني على اتفاقيات، مبني على اتفاقيات وعلى أخذ وعطاء وعلى يعني سطوة القانون، وبالتالي كل ما يخرج عن سطوة القانون عن الاتفاق السياسي إلى آخره فهو مرفوض. إذن تعتقد بأن هذا الموقف ينعكس في السياسة الرسمية للدولة التونسية الآن تجاه الوضع في ليبيا؟ أنا أعتقد أنه مثل ما قلت لك حكومتنا ليس لها أي موقف حقيقي، باعتبار أنها يعني لا تعتبر نفسها يعني منخرطة في ما يمكن الصراع اللي هو اليوم صراع الوجود، صراع الديمقراطية، صراع حقوق الإنسان، صراع كذا، لا تعتبر نفسها يعني مشغلة بهذا الوضع. لكن مثل ما قلت لك الوضع يفرض نفسه على تونس أحبة أو كره. المهم هو أنه بالنسبة لنا يجب أن يفهم أخوتنا في ليبيا أنه ولو أحنا لم نقدر لهم على شيء فنحن على قلب القلب متعاونين معهم، متعاطفون، نتابع كل ما يقع، ونشعر بالفخر لصمود طرابلس، ونحن على ثقة أن طرابلس ستنتصر وأن الشرعية ستنتصر. بين قوسين أنا كان لي شرف يعني مقابلة رئيس الحكومة يعني في جنازة قائد بجي قائد سبسي وسيد سراج يعني، وحكيت معه بعض يعني بعض الشيء لأنه ما كانش فرصة باش واحد يحكي سياسة، لكن بدا لي واثق من نفسه، واثق من الشرعية، واثق من أن قدرة الحكومة الشرعية على مواجهة هذه الأزمة، ويعني أنا متعاطف قلبا وقالبا، وإن شاء الله يعني نفرح بطرابلس، وإن شاء الله يجيني يوم أزور فيها طرابلس مرة أخرى. هذا التعاطف هل يأتي يعني من باب النقد للسيد المرزوقي باعتباره خارج السلطة الرسمية الآن في تونس طبعًا ويمارس طبعًا دور المعارضة طبعًا فقط طبعًا، أم أنها لها علاقة بالمسار الثوري لثورة الربيع العربي باعتبار منطقة شمال أفريقيا الآن أصبحت مركز للثورات المستمرة على الأقل بوجود ليبيا، تونس، الجزائر وأيضا السودان؟ نعم، يعني أنا مثل ما قلت لك أنا منخرط قلبا وقالبا في الربيع العربي، أنا أحد رموزه والحمد لله، أنا ساهمت في التحضير له نظريا منذ الثمانيات، كم كتبت في هذا الموضوع، كم حرضت شعوبنا على الثورة السلمية الديمقراطية، كم نظرت لهذه الثورة الديمقراطية السلمية، عايشتها يعني في انتصاراتها، عايشتها في انكساراتها، في كل ألامها، في كل التضحيات الجبارة التي قامت بها، وأنا على ثقة أنه يعني هذا المشروع سيتوصل. وأهم شيء بالنسبة لي هو أنه رغم انكسار الربيع العربي في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في مصر إلى آخره، وهزيمته نسبية في تونس، ف يعني عودة المسار في الجزائر وفي السودان تدل على أن الحياة موجودة. بالتالي أنا أعتقد أن المستقبل لهذا الحراك الشعبي وهدفه دائما وابدا بناء دولة ديمقراطية خالية من الفساد يحكمها شعبها، وهذا يتطلب تضحيات. يعني المرور من شعوب الرعاية إلى شعوب المواطنين، المرور من دولة فاسدة مستبدة تملكها أقلية
تتصرف مع الشعب كأنه ملكها الخاص إلى دولة في خدمة الشعب. هذا هذا العملية المرور هذه عملية صعبة وطويلة مثل ما قلت لك، ودفعت كل الشعوب ثمنها. احنا لابد أن نواصل هذه المسيرة، يعني أن لا تحبطنا المصاعب، أن لا تحبطنا حتى الهزائم، لأنه في آخر المطاف هذاك هو مجرى التاريخ، لا يمكن أن نعود إلى الوراء. التضحية موجودة والانتصار يعني حسب رأيي ينتظرنا، ما نقولش في 50 سنة المقبلة، نقول في 10 سنوات المقبلة. خاصة أنا أنت ذكرت الثورة المضادة، أنه إذا كانت الثورة المضادة أفشلت، فأنا إذا كانت الثورة أفشلت فأن الثورة المضادة فشلت، يعني فشلت فشلا ذريعا. أولا فشلت في كسر المقاومة، بما أنه كل الشعوب حد الآن تقاوم، ولا شعب رضخ. الشعب الليبي يقاوم، الشعب اليمني يقاوم، الشعب الليبي، الشعب السوري يقاوم، الشعب التونسي يقاوم عبر بصفة ديمقراطية، وسترى نتائج الانتخابات. الشعب السوداني يقاوم، الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني العظيم يقاوم. إذن كل الشعوب تقاوم، بحيث الثورة فشلت في أن تركيع الشعوب وإرجاعها إلى إلى يعني إلى بيت الطاعة. تقصد الثورة المضادة؟ الثورة المضادة، يعني شوف هذا حفتر أوهم نفسه أو أوهموه أنه سيدخل، يعني سيدخل طرابلس كما دخل الرسول الأعظم، والتشبيه لا يجوز، إلى مكة، وقال لك الرجل بدأ يقول لهم من دخل بيته فهو آمن، يعني تصور نفسه. والنتيجة نتيجة 5-6-7 أشهر وهو عاجز عن دخول طرابلس، وأنا على ثقة أنه يعني الأمر سيتغير رغم كل ما فيه من دعم. احنا بالنسبة لنا، أنا كتونسي الآن في المعارضة أستطيع أن أتكلم وأن أقول ما أريد، لكن ولو كنت رئيس فالدعم للشرعية بالنسبة لي قضية ليست فقط قضية مبادئ، لأن أنا دائما يعاب علي أنني حقوقي وأنا أتحدث بلغة المبادئ ولا أتحدث بلغة السياسة، وكأن المبادئ ليست سياسة والسياسة ليست مبادئ. المهم هو أنه بالنسبة لي تونس يجب أن تقف بكل وضوح مع الشرعية. ربما في هذه المرة اختلف الحال، يعني البعض، أنت الآن تصور موقفك على أنه موقف قيمي منطلق من إيمانك بالحق في إكمال الثورات. نعم. والنضال من أجل تحقيق. نعم. أهدافها. لكن هناك من يصور هذا الموقف، موقف الدكتور المرزوقي القوي الرافض للهجوم خليفة حفتر على طرابلس والداعم لشرعية حكومة الوفاق برئاسة السيد السراج، هناك من يصوره بأنه موقف سياسي، يأتي رجل يمارس العمل المعارض لسلطة قائمة الآن. أنت تتصور أنه لو كنت في يعني لو كنت في الحكم، أتتصور أنني كنت لسبب ما أكون ضد الشرعية؟ طبعا لا. يعني لو كنت في السلطة كنت مع 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 الشرعية، أنا في المعارضة مع الشرعية، غدا إذا عدت للسلطة سأكون مع الشرعية، لأن هذه بالنسبة لي بديهيات. أنا لا يمكن أن أكون مع انقلابي، ما لا يمكن أن أكون مع شخص يعني تربطه العلاقة بالقذافي إلى آخره، لا يمكن. هذه أمور طبيعية، بحيث لا يمكن أن يعاب علي أنني أخذ موقف سياسي مناقض لمبادئ أو مبدئي مناقض للسياسة. مصلحة تونس هي في استقرار ليبيا، واستقرار ليبيا لا يكون إلا عبر حكومة شرعية متفق عليها. إذا كان الليبيين اتفقوا مع هذا الشخص ومع أي شخص، لا نرى مانع، نحن لا نتدخل في شؤون ليبيا، لا نقول لهم من يجب أن يحكم وكذا. لكن بالنسبة لنا كل ما تفرزه الشرعية نحن نتعامل معه على أساس أنه هذا كما يثمر الشعب الليبي. يعني موقف دكتور المرزوقي الحقوقي والمثقف العربي وهو خارج السلطة لن يختلف عن موقف الدكتور المرزوقي عندما يكون رئيسا للجمهورية التونسية مستقبلا في حال الفوز في الانتخابات القادمة؟ أبدا. برغم كل ما تفرضه السياسة ومصلحة البلد، ربما أحيانا اللي هي تعرف نسبية وليست في الغالب قيمية، وبرغم كل كراهات المنصب حتى. طبعا، لكن مرة أخرى نقول لك اللي في القضية الحال هذه المبادئ والمصالح في نفس الاتجاه. هل من مصلحة تونس أن تكون هناك يعني دولة استبدادية عسكرية محكومة من أطراف خارجية اللي هي تضمر الكره للديمقراطية والتونس؟ طبعا لا، مصلحة تونس هي في وجود دولة ديمقراطية مستقرة شرعية، يعني المصالح والمبادئ ماشيين في نفس الاتجاه، المحافظة على نفس النمط
في التعامل مع الأزمة الليبية يشير إلى أنهم يرون غير ما يراه الدكتور المرزوق. طبعا هو شيء طبيعي يعني مثل ما قلت لكم ينتمون إلى مدرسة اللي هي قريبة من الثورة المضادة وأنا أنتمي إلى الثورة، لكن أنا قناعتي أنه مصلحة بلادنا شوف خليني أقول لك حاجة، السياسة يعني يجب أن يكون فيها الحد الأدنى من الشجاعة، أنك أحيانا يعني تأخذ مواقف اللي هي تبدو في ذلك الوقت مبدئية ومتشنجة ومش عارف إيش، لكن في آخر المطاف تكتشف أنها كانت هي المواقع السياسية الحقيقية. يعني لا يمكن لتونس أن تكون دولة يعني مؤمنة ومستقرة وحدودها وعلى حدودها الجنوبية مثلا هذه دولة الإمارات، يعني لا يمكن، اللي هي دولة تريد تدمير الربيع العربي وتتدخل في شؤوننا وفي شؤون الجزائريين وتتدخل في شؤون كل الدول. احنا انا بالنسبة لي سياستي الخارجية قبل والآن هو لا نتدخل في شؤون الدول، لكن لا نسمح للدول ان تتدخل في شؤون. من اعطى السلطة لهؤلاء الناس انهم يجيوا لتونس وقرروا من سيكون رئيس تونس؟ من اعطاهم السلطة انهم يجيوا ليبيا وخربوا ليبيا؟ من اعطاهم الحق في ان يتحولوا الى جندرم الاتحاد المغاربي؟ الاتحاد المغاربي قوة دول نحن 100 مليون بشر ونحن مركز حضارة ونحن كذا، كيف نسمح لدويلة أن تأتي وتحاول أن تملي علينا شروطها؟ إذا كان الناس مستعدة بأن تسلم في استقلالها وفي كرامتها وفي كذا وقال لا احنا ما طيب تفضلوا، لكن أنا لا، أنا موجود للدفاع عن الديمقراطية عن الحرية عن استقلال بلدي عن كرامة بلدي. أي شخص لا يتدخل في شؤوني أنا لا أتدخل في شؤونه، لكن أنتم اللي تدخلوا في شؤونه، أنتم تدخلوا في شؤونه. ماذا يفعل الإماراتيين في ليبيا؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون في اليمن؟ هل من المعقول هذا؟ احنا تدخلنا في شؤونهم، احنا اعطينا اسلحة لانصار الشيخ مش عارف ضد الشيخ زايد او مش عارف كذا. طيب ما عندناش الحق ندافع على انفسنا؟ عندنا الحق ندافع على انفسنا، عندنا الحق ندافع على استقلال بلادنا، وهذا لا فيه تشنج ولا فيه جهل بالسياسة الاخيرة، هذه ابجديات. انت مسؤول رئيس جمهوريه مطالب بالدفاع عن استقلال بلادك ومطالب بالدفاع عن كرامه بلادك ومطالب بالدفاع عن شرعيه بلادك. طيب هل نحن ازاح حاله تغول كما يصفها البعض من دول في المشرق العربي على دول طبعا شمال افريقيا وتحديدا دول المغرب الكبير؟ طبعا طبعا الاتحاد المغاربي الان عرضه لهجوم يعني كاسح جاي من هذه الدول من بعض الدول الخليجيه التي تريد موقع قدم وتتصرف كأن هذه المنطقة يعني كأنها منطقة مفتوحة. لا حبيبي، المنطقة هذه ليست مفتوحة. الاتحاد المغاربي هو الاتحاد المغاربي، لا يجب يعني الأمن القومي المغاربي هو نفسه. وبالتالي أنا الآن إشكاليتي الكبرى هو أنه إن شاء الله الثورة الجزائرية بسرعة يعني تحسم الأمر وتصير فيه دولة ديمقراطية حقيقية، دولة مواطنين إلى آخره، وهذا ما ماشي عليه الثورة الجزائرية وحتى في السودان يعني انتصار إلى آخره. بعد لابد بسرعة يعني إذا كان وفقني الله وعدت إلى السلطة أنا سأبدأ يعني سأعيد مشروع سميه مراكش 2. تتعرف الاتحاد المغاربي ولد في مراكش، مراكش 1 ومراكش 1 هذه في منتصف التسعينات يعني للأسف الشديد ولد ميتا لأسباب عدة من جملتها الصراع المغربي الجزائري. إن شاء الله إذا كانت تتغير الأوضاع في الجزائر ويصير فيه وجود بداية حل القضية الصحراء المغربية أن نعيد مراكش ما أسميه مراكش 2، يعني يصير فيه مراكش 2 ويصير فيه يعني إعادة بناء الاتحاد المغربي، وأنا ذاك ستوب يعني هذه المنطقة كلها لا يتدخل فيها أي إنسان، هذه منطقة المغاربيين هم وحدهم اللي عندهم الحق يتصرفوا فيها. لكن إن شاء الله لما نكون بهذه القوة يعني سيكون لنا فضاء سياسي، فضاء أمني، فضاء عسكري اللي سيجعل أي إنسان لا يجسر حتى للحلم بأنه يتدخل في شؤوننا. الآن نحن أرض مستباحة، يعني استباحونا، يتصورون أنه بالمال الفاسد والإعلام الفاسد يتدخلوا في انتخابات الرئاسية، يبعثوا يحاصروا طرابلس، يتآمروا على السودان إلى آخره. يجب أن تكون هناك هبة شعبية واضحة من كل الشعوب العربية من كل الديمقراطيات أنه ستوب، وقف غادي، هذا فضاءنا إحنا، لا تدخل، ممنوع الفضاء المغاربي إلا على المغاربيين. طيب الواضح أن لديك رؤية لعمل تكاملي على مستوى المغرب الكبير وشمال أفريقيا عموما، لكن هذا متروك لقادم الأيام في حال فوزك بمنصب
الرئيس التونسي مجددا. لكن السؤال الأبرز وأن تقدم ما ذكرته قبل قليل هو ما الذي يدعو بعض الدول الخليجية إلى التدخل إلى هذا المستوى سعيا منها لإفشال الثورات في شمال أفريقيا؟ ما مصلحة هذه الدول في إسقاط ثورات الربيع العربي؟ هل يلام من قام بهذه الثورات لأنه لم يقدم ربما حالة تطمئن هؤلاء لأن النموذج الديمقراطي اللي سيقوم بناء على هذه الثورات لن يكون سبب قلاقل لتلك الدول وبالتالي تكف يدها عن هذه الثورات وتسمح لها بإكمال مسارها نحو الديمقراطية؟ أولاً تسمح من الملام دكتور؟ تسمح لها بأي حق؟ تسمح أو لا تسمح؟ من أنت حتى تسمح بالديمقراطية ولا تسمح بالديمقراطية؟ من أنت؟ من أنت؟ شو خاطر عندك فلوس انك تعتبر نفسك مسؤول على الشعب التونسي؟ تقرر الشعب التونسي مع من؟ القدرة والقوة دكتور، خليني القدرة والقوة. لا سيد الكريم، احنا نظلنا ضد الاستعمار الفرنسي اللي كان اقوى بكثير من هذه الدويلة، ونحن سنواصل الدفاع عن حقوقنا المشروع. نحن لا نمثل اي خطر على اي انسان، تونس على الاقل تونس لا تمثل اي خطر على اي دولة بسبب بسيط، هو انها دولة يعني مسالمة ليست منخرطة في أي عملية عنف أو تسليح أو 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 كذا. هذه الدولة لها الحق في أن تبني نظام ديمقراطي، ونحن نتصرف الإسلاميين تعني إحنا نقرر الإسلامي. هم يحبوا قال لك لا نحن نريد القضاء على الإسلام السياسي، اقضي على الإسلام السياسي في دارك، هذا إحنا سنتصرف الإسلام السياسي متاعنا بالطريقة اللي إحنا نراها. نحن نرى أن هذا الدكتور عذرني المقاطعة، هو يحاول أن يستبق الخطر قبل أن يصل إلى حدودها الجغرافية، ربما هذه تكون فلسفة التدخل أو الفلسفة اللي قد تفسر التدخل إلى هذا الحد لإفساد الثورات الربيع العربي في شمال أفريقيا. يا سيد الكريم، هم في الوقت الحاضر يعني لم يفسدوا إلا صورتهم، اليوم صورتهم يعني في الحضيض، وضيعوا أموال رهيبة، ونتائج تدخلهم ستكون كارثية، ولن يستطيعوا أبدا إيقاف المد الثوري والمد الديمقراطي، لأن هذه حاجيات أمة، حاجيات شعب، شعب يريد أن يتطور، لن تستطيع أنت أن تمنعه عن التطور. مثل صبي يعني تلبسه لبسة 10 سنين، في آخر المطاف سيمزق هذه اللبسة لأنه سيصبح عمره 15-20 إلى آخره، لا يمكن أن يواصل لبس الطفل. إذن معركة خاسرين مسبقا. أنا أقول لك اللي إحنا لابد أن نقاوم هذا التدخل الخارجي، أن نقاومه يعني بوسائلنا اللي هي بالنسبة لنا في تونس اللي هي الوسائل الديمقراطية السلمية القانونية إلى آخره. أنتم للأسف الشديد مطالبون لأنهم كنتم تتعرضون إلى هجوم عنيف، مطالبون بالدفاع عن أنفسكم، يعني كل شعب يدافع عن أنفسه حتى تتغير هذه السياسة الحمقاء أنه هؤلاء الناس يكفون شرهم عنا ونحن لسنا مهتمين بما يقع عندهم. هم يعني نحن لا ندعي أننا سنصدر ثورة وسنصدر ديمقراطية وكذا، نحن نريد فقط أن نهتم بشؤوننا، فليهتموا بشؤونهم وليتركونا، ونحن لا مرة أخرى يعني مستعدين لأن نمد أيدينا لكل من يمد لنا أيديه، لكن من يريد أن يفرض علينا رؤيته وكذا، احنا قاومنا، احنا احفاد الدغباجي واحفاد الابطال وابطال، قاومنا الاستعمار الفرنسي باش نقبل استعمار جديد او ناس تتدخل في شؤوننا، يعني تصورات حمقاء يعني لا مستقبل لها. الى اي مدى دكتور المرزوقي هذه المواقف المباشره والصريحه اللي يصفها حتى البعض بانها مواقف ثوريه بعيده عن السياسه تماما، الى اي مدى تؤثر على برنامجك الانتخابي اليوم وانت متكلم؟ لماذا تقول بعيد عن السياسه؟ بعيد عن البعض يصفها البعض يصفها بين استمرار لروح الثوريه في وقت تجاوزت مرحله، ماهيش يا سيدي الكريم. الدفاع عن الاستقلال البلاد ما عنده حتى علاقه بالثوريه. انا ادافع عن سلطه القرار، انا ادافع عن مؤسسات بلادي، انا ادافع عن الدستور بتاع بلادي، أنا أدافع عن حق التوانسة بأنهم يتصرفوا في بلادهم. هل هذه ثورجية؟ ماشي ثورجية، هذا الحد الأدنى. رئيس جمهورية تونس مطالب بالدفاع عن استقلال تونس، رئيس جمهورية تونسية مدافع مطالب بالدفاع عن حقوق الإنسان، عن الدستور، هذا ما أريده. فهذه هي سياستي، ليس لها علاقة بالثورة. شو الثورة؟ هل أنا أدعو إلى العنف؟ هل أنا أدعو إلى تغيير الأنظمة الموجودة هناك بالعنف؟ أنا لا أدعو لشيء من هذا، أنا أدعو فقط أن هؤلاء الناس يتركوننا وشأننا، وأننا نهتم بالقضايا. أنا قضيتي اليوم في تونس قضية الماء، قضية البذور، قضية البحر،
قضية القفة يعني المستوى الاقتصادي من هذه مشاكلي، ما هيش مشاكل تصدير ثورة. تقول لي أنت تتهمني بالثورجية، تهمني بالثورجية، شو ثورجية؟ يعني الدفاع عن مبادئ والدفاع عن مصالح بلادي تسمى ثورجية؟ لا، ليس علاقة. وهذه تهمة يعني يبررون بها. ماذا يبررون بها؟ يبررون بها نوع من السياسيين المتواطئين العاجزين المتخاذلين المتخلين عن استقلال البلاد المتخلين عن ضرورة محاربة الفساد. هؤلاء الناس يسمونهم سياسيون، والناس الذي يعني تحاول أن تدافع عن الحق الأدنى من حقوق الإنسان وحقوق الشعوب يقول لك والله هذا مثقف كده. لا، هذه داخل في الحرب النفسية، داخل في يعني داخل في تزييف الوعي. أنا لا أريدكم أنكم أن تنخرطوا في هذا التزييف وأن تقولوا والله الفرق ما بين السياسة والمبادئ، السياسة اللي لا تخدم مبادئ الله الله يلعنها سياسة. إلى أي حد يمثل هذا الموقف تأثيرا على برنامجك الانتخابي في داخل تونس؟ برنامج الانتخابي أنا في داخل تونس أعرضه يوم يعني يوم تبدأ الحملة الانتخابية، إنه إحنا بالأساس شأننا الداخلي. أنا الآن مثل ما قلت لك أنا همي الأساسي هو الشأن الداخلي. همي الأساسي هو إحنا بلاد ولد فيها مشاكل عطش، ولد فيها يعني مشاكل بيئية كبرى، يعني فيها ارتفاع رهيب للأسعار، فيها انخفاض للقدرة الشرائية للناس، فيها فساد رهيب. هذه مشاكلي. لا تخشى ارتدادات هذا الموقف في الداخل؟ استناني، وفي الخارج مهمتي الأساسية هي الدفاع عن استقلال تونس. لن أسمح لأي قوة مهما كانت أن تتدخل في شؤوننا بالمال الفاسد والإعلام الفاسد لتقرر من يكون رئيس الجمهورية. حقي وواجبي يعني من جهة الدفاع عن استقلال تونس، عن كرامة تونس، التعاطف مع يعني أنت لا يمكن أن تمنعني من التعاطف الإنساني مع ضحايا القمع. طيب أنا أحيانا لا أستطيع، لا أقدر أكثر من هذا للأسف الشديد في خصوص ليبيا. أنا لا أقدر لليبيا إلا على التعاطف، إلا على التأييد، إلا على المواقف الإنسانية، إلا إذا كان جاؤنا إخواننا الليبيين لسبب ما ترحاب بهم وفتح بيوتنا لهم. هذا ما أستطيع. لا، إحنا لا لسنا لدولة عسكرية لكي ندخل طيب في أمور عسكرية. لكن مع هذا مثل ما قلت لك أنا ما عنديش مشكلة مع أي دولة اللهم إذا كان تدخلت في شؤوننا. طيب هذا على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالفاعل الدولي. نعم. إلى أي حد ترى بأن التعثر الثورات العربية على الأقل في شمال أفريقيا وتأخر تحقيق أهدافها يعني جاء نتيجة أيضا حتى لتآمر دولي؟ طبعا لن أقول تآمر دولي، ولكن أقول أنه يعني الثورات العربية فاجأت الكثير من الدول التي خشيت منها، لأنه يعني الخشية ليست فقط من هذه الدولة الخليجية تحكي عليها، حتى في كثير من الدول يعني صار في خشية ردود فعل من أن هذه الثورات يمكن أن هي نفسها تلهم ثورات داخل حتى البلدان الديمقراطية. لكن طيب مرة أخرى دوري أنا ودور الناس كلها هي تدافع عن مصالح بلادها، تدافع عن استقلال بلادها، وهذه معركة طويلة ولا تنتهي. لكن أعذرني دكتور لضيق الوقت فقط، يعني الأمر لا يبدو بهذه البساطة كما تصور أنت الآن. بتطرح أيضا فرضية بأن هناك نظام عالمي وجاء نتيجة لحرب عالمية يعني قتل فيها ملايين البشر حتى تم إرساء هذا الشكل للنظام العالمي، وهذا النظام العالمي تهدده الديمقراطيات التي تقوم في مناطق شمال أفريقيا وشرق الأوسط، وبالتالي فإن أي خروج عن هذا النمط الاستبدادي الدكتاتوري في المنطقة العربية هو تهديد للنظام العالمي برمته. أي طيب، هذا معروف، وهذا معروف منذ البداية. وأنت تتذكر أنه لما قامت الثورة التونسية الحكومة الفرنسية لم تجد ما تقترحه هو إلا أنه تدريب الأمن التونسي على قمع المظاهرات. هذا شيء معروف. إذن نحن عندما أقول لك أن نحن نناضل من أجل الديمقراطية ونناضل من أجل حقوقنا، نناضل ضد كل القوى التي تحاول يعني منعنا من هذا. تقول لي النظام العالمي أقوى منك وكتف يديك وانخرط في هذا النظام لعل وعسى يرأف بك أو يعطيك بعضك. طيب هذا موقف، لكن ما هوش موقف. تحتاج عوامل النجاح على أقلها الوعي الشعبي العوامل يعني ما يبدو غير متوفر اليوم. لا متوفر، بالعكس. أنا عندما أرى مثلا الوعي الشعبي في الجزائر أنا عندي إعجاب كبير بالوعي الشعبي الجزائري، أنهم واعين بمشاكلهم، واعين بأنه لا يمكن البناء القديم الجديد بالقديم، واعين بكل التهديدات اللي يتعرضون لها. أيضا الشعب السوداني أعطى درس عظيم. أنا الآن بالعكس أنا أرى هبة الشعوب، أنا أرى ولادة شعوب المواطنين
أنا أرى أنه التهديد يعني القبضة النظام العالمي اللي تحكي عليها بدأت تتراخى، والثورات هذه الثورات العربية هي انتفاضات ضد هذا النظام الظالم، وهذا النظام نفسه هو في مشاكل متعددة، وهو نظام نفسه متشقق، وهو يعني الآن الأحادية القطبية اللي ربما شفناها لفترة معينة في التسعينات انتهت، هناك أقطاب متعددة، صراعات متعددة، ونحن في إطار هذه الصراعات نستطيع أن نجد طريقنا. ختاما، كيف ترى مستقبل العلاقات الليبية التونسية؟ علاقات الأخ بالأخ، علاقات الأخوة والجيرة وكذا، علاقات الشخص اللي مثل ما قلت لك حوش أخوه يحترق لابد بسرعة أنه يساعد أخوه على إطفاء اللهيب، وأنه يساعد أخوه على إعادة بناء الحوش، وهو تعاود ترتبط العلاقات اللي تربط أخ وجار. الرئيس السابق للجمهورية التونسية دكتور المنصف المرزوقي، كنت ضيفا معنا في لقاء خاص على شاشة ليبيا الأحرار، أشكرك جزيلا الشكر، وأيضا شكر موصول لكم السادة المشاهدين، إلى اللقاء.